اسم اي بي مش كلمة واي حاجة هتلاقي هنا اخوات بيعملوا كل حاجة بس مليون قريب وده الهدف مش هنعمل لما وصلوا لو حتى بعد سنة. وازيكم يا ابطال عاملين ايه وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وفيديو النهاردة يا ابطال جايين يا ابطال نكمل الفيديو الاولاني يا ابطال اللي اتمسح. انا عارف يا ابطال فجأة كده المقطع ابطال اتمسح بعد ما جاب 50,000 مشاهدة على اليوتيوب. وبجد بجد يا ابطال موضوع جدا جدا غريب، انا مش عارف يا ابطال هو اليوتيوب مراقبني ولا ايه اللي بيحصل. والله بجد بجد يا ابطال انا محتاج دعمكم جدا جدا يا ابطال على المقطع ده. وبصراحة يا ابطال انا مش عارف ايه حرفيا اللي حصل في المقطع اللي فات عشان اصلا يا ابطال اليوتيوب يمسحولي. حرفيا يا ابطال في يوتيوبرز كتير جدا اصلا اتكلموا على المواضيع دي وما حصلش اللي حصل معايا. والله يا ابطال مش عارف ايه السبب، ولكن مقطع النهارده يا ابطال انا بجد بجد يا ابطال قلت لازم اعمله حتى يا ابطال لو ده كمان اتمسح ماليش دعوه. ولكن يا ابطال المقطع اللي فات لو تفتكروا حرفيا يا ابطال احنا بحثنا عن اسامي صينيه ودخلنا في لعبه روبلوكس ولقينا مبات جدا جدا غريبه ومخيفه، وبصراحه انا يا ابطال استغربت جدا جدا منها. قبل نبدأ مقطع النهارده اهم حاجه ما تنساش يا بطل ابطال تحط حالا اللايك بتاعك جدا جدا واسطوري عشان مهم جدا، وكمان تشترك في القناه عشان قربنا يا ابطال نوصل نص مليون مشترك. مش بقى بس يا ابطال غير 20,000 مشترك، وانا متاكد يا ابطال ان احنا نقدر نعملها. ليتس جو يا ابطال. وخلونا دلوقتي يا ابطال وانا فاتح حساب ايفل ديفل كتبت الكلمه الصينيه دي، هقول لكم حالا يا ابطال دلوقتي الكلمه دي معناها ايه. دلوقتي يا ابطال جبت اللغه الصينيه تتحول لعربي زي ما انتم شايفين يا ابطال، دي اسمها تضحك الصينيه. مش عارف بصراحة يا ابطال اسمها غريب جدا، ولكن يا ابطال خلونا دلوقتي حالا نروح يا ابطال ونبحث عن الكلمه دي. حرفيا يا ابطال الكلمه دي الكلمه الوحيده اللي اقدر اصلا ابحث عليها بالصيني في لعبه روبلوكس، وباقي الكلام اصلا مش موجود يا ابطال، مش عليه بحث ومفيش حد يا ابطال كاتب اي حاجه. زي ما انتم شايفين يا ابطال كنا دخلنا تقريبا على البنت دي المقطع اللي فات، او فينا يا ابطال مابا كنا دخلنا عليها تقريبا فعلا يا ابطال دخلنا على البنت دي عندها يا ابطال 20 صديق، وزي ما انتم شايفين يا ابطال بردك صاحبها واحد صيني واخد بني ابطال تقريبا عشان يا ابطال حاطط الصور الغريبه دي. ولكن انا ابطال قعدت ادور على حسابات كتير قوي بعد يا ابطال ما عملت المقطع وشفت لايكاتكم الجامده جدا على المقطع اللي فات اللي هو اتحذف، واتمنى يا ابطال اللي هو يرجع يعني. فخلينا دلوقتي يا ابطال اوريكم حاجه اقسم بالله ابطال ما صدقتهاش، قلت ازاي يا ابطال في حساب زي كده اصلا في لعبه روبلوكس، وانا هوريه لكم دلوقتي حالا وانا اشك يا ابطال ان يكون الحساب ده ليه علاقه اصلا يا ابطال بالشخص اللي عمل كده في القطه. زي ما انتم شايفين باين على الشخص ده يا ابطال اللي هو شخص من العصابه، ايوه يا ابطال ولابس كده حاجات غريبه، وعشان كده يا ابطال قلت تحيي النهارده هيكون يا ابطال على الشخص ده. زي ما انتم شايفين يا ابطال الشخص اسمه ما اعرفش ايه روبلوكس اسروج مش عارف ابطال، ومتوثق من لعبه روبلوكس. وات بجد ابطال حاجه جدا جدا غريبه، والشخص ابطال لابس قناع وحاجه عجيبه جدا. وبصراحه ابطال انا حاسس ان يكون يعني الشخص ده لازم ابطال نركز جدا جدا في حسابه وفي المابات اللي حاططها في الفيفوريت، وكمان يا ابطال في المابات اللي هو حاططها هنا. زي ما انتم شايفين اول مابا ما نقدرش يا ابطال ندخل عليها تقريبا، هو عاملها برايفت، ولكن مابا جدا جدا عجيبه. تمام جدا خلينا نشوف الماب دي. تمام نفس الكلام بردك، ولكن تصميم الماب جدا جدا يا ابطال غريب وعاملها بردك برايفت. ما علينا يا ابطال خلينا نشوف يا ابطال هو كاتب ايه. ثانيه بيقول لك ان هو ايه ده اطول طريق يوجي ايه ده، واضح كده يا ابطال اللي هو ازاي بس ثانيه واضح كده يا ابطال ان الشخص ده حرفيا بيعمل مبات وبيصنع يا ابطال مبات مع شركه روبلوكس. والله ازاي، والله يا ابطال واحد يعني شبه العصابه والله يا ابطال وبيخوف ويصنع مبات في لعبه روبلوكس، والله شيء غريب. خلينا يا ابطال كده ننزل. ايه ده انا يا ابطال 142 صديق ما شفناهمش، او ماي جاد يا سلام، اول واحد يا ابطال واخد بند من عنده. زي ما انتم شايفين يا ابطال عنده كمان اصدقاء عصابه. بص يا ابطال والنبي شكله عامل ازاي، والله يا ابطال عصابه بجد، والله يا ابطال انا عايز بس اتاكد هم دول منين. ايه ده اللي جاب العربي ده، والله مستحيل. ايه ده الشخص ده عربي، انت ايه اللي جابك عنده، انا لازم ابطال اعرف حقيقتهم. والله ابطال حاسس الموضوع غريب. خلوه دلوقتي كده ابطال نشوف كده حاطط مبات في الفيفوريت. ايه ده ايوه حلو جدا تمام يو جي سي تريكر. بصراحة ابطال مش عارف شاكك فيه، و 130 صفحة في الفيفوريت، هو في حد عاقل ابطال بيعمل حاجة زي كده؟ والله ابطال ده كتير قوي. خلينا دلوقتي كده ابطال نطلع تمام ونحاول يا ابطال كده يعني نطلع من حساب. ثانية ابطال قبل ما نطلع لازم يا باشا طلب صداقة، لازم ابطال وتظهر لنا كانسل ريكويست. بالظبط كده هو ده ابطال اللي احنا عايزين نعمله. حلو قوي. عايز اقول لكم يا ابطال انا حرفيا دلوقتي حالا بدور على الماب يا ابطال انا قبل كده دخلتها اللي هي دخلتها ابطال في المقطع اللي فات. خلينا كده نشوف يا ابطال كويس
قوي للاسف، واضح كده ان احنا صعب قوي نلاقيها مره تانية. ولكن يا ابطال على ما اعتقد ان احنا ابطال قعدنا ندخل على كده حسابات كتير تمام لحد ابطال ما لقينا الماب ثانيه تمام. خلينا ابطال نطلع كده كمان ماشي كويس. على ما اعتقد يا ابطال ان الماب كانت في الحساب ده، وانا شاكك يا ابطال بصراحه. قال انا كده ايوه فعلا يا ابطال هي دي الماب جدا جدا غريبه. وبصراحه يا ابطال انا ما اعرفش بصراحه هل يا ابطال اليوتيوب مسح المقطع ابطال عشان انا بس دخلت على الماب دي، والله يا ابطال انا مش عارف. مع ان يا ابطال يعني ممكن يا ابطال يكون عشان ظهرت حاجات يعني ما ينفعش يعني اللي انا اظهرها وكده، ولكن ماشي يا ابطال. مقطع النهارده انا مش هظهر اي حاجه يا ابطال. مقطع النهارده اصلا يا ابطال تحقيق تمام، تحقيق قوي جدا. وخلينا يا ابطال ندخل على الماب دي مره ثانيه عشان يا ابطال اللي ما شافهاش لازم يشوفها. زي ما انتم شايفين يا ابطال دلوقتي حالا انا دخلت اصلا على الماب، وبجد بجد الموضوع كان جدا جدا مخيف. وانا يا ابطال مش ناسي الماب دي، والله يا ابطال مش ناسيها حرفيا يا ابطال. الماب غريبه جدا وما اعرفش يا ابطال يعني. بصوا بيقول لك هنا ايه ده، دوج 2323 بيقول لك ده الديسكورد بتاعي يعني بتاع الكلب ولا بتاع الشخص اللي عامل الماب. والله يا ابطال موضوع غريب. طبعا يا ابطال احنا حرفيا يا ابطال المقطع اللي فات انا يعني شفت حاجات غريبه، وبجد يا ابطال بيموتوا سنجاب وبيموتوا كمان يا ابطال القطه هناك. والله موضوع جدا جدا مقزز ومرعب. وتقريبا يا ابطال احنا الناس الوحيدين اللي اصلا يا ابطال اكتشفنا الماب دي، ماب جدا جدا غريبه. ثانيه احنا ينفع ننط من هنا؟ والله إذا في حد حد وقع ولا ده خيالي؟ والله حاسه خيالي. بقول لك يا ابطال، بقول لك كويس انا عايز انط من هنا، والله مستحيل. والله يا ابطال ايوه وصوت النمي كده ايوه كويس. يلا يلا والله مستحيل، مش عارف يا ابطال القطه اللي ميته دي اقسم بالله بتخوف. والله العظيم يا ابطال بتخليني بص يا ابطال حتى الرساله. خلونا ثانيه يا ابطال انا هقول لكم يا ابطال تمام الرساله دي معناها ايه. ثانيه يا ابطال انا دلوقتي حالا يا ابطال هترجم الرساله دي وهقول لكم فعلا يا ابطال الرساله دي معناها ايه والشخص ده بيقول ايه. ثانيه تمام انا المفروض دلوقتي يا ابطال هبدا اترجمها تمام اتفقنا. بيقول لكم يا ابطال ايه ده، بيقول لي انا احتضر اللي هو المفروض يا ابطال القطه بتتكلم. ثانيه انضم الينا وضع رقائق البطاطس والخلاف قبل ان اغمى علي الكلب 2323. او ماي جاد ثانيه يا ابطال انتوا عايزين تقولوا لي يعني لا لا مستحيل ابعت له طلب صداقه في الديسكورد؟ والله يا ابطال هيبقى موضوع جدا جدا مخيف. ده اسمه يا ابطال دوج 2323. والله ابطال مش مستعد اعمل كده قوي لحد ابطال مثلا ما اعمل حساب تاني تمام، لان بجد بجد الموضوع هيبقى جدا جدا مخيف وانا مش هينفع اعمل كده بحساب الاصل يا ابطال اللي هو حساب الديسكورد الاصلي بتاعي. والله ابطال هيبقى جدا جدا خطر عليا. بقول لكم ايه، خلونا كده نهدى يا ابطال عشان بجد بجد انا مش عارف اعمل ايه. خلونا دلوقتي حالا نطلع من الماب. دلوقتي ابطال طلعت من الماب ولازم يا ابطال بجد بجد اديها ديسلايك او خلونا ابطال نعمل ريفريش. بس دلوقتي ابطال اتاكدت ان انا فعلا ابطال اديتها ديسلايك جامد جدا. ولازم يا ابطال انتوا برضه يا ابطال شايفين اسم الماب تمام لازم تبلعوها احلى ديسلايك في الدنيا. وهل فعلا يا ابطال ممكن نلاقي مابات تانيه زي دي غريبه حرفيا يا ابطال؟ يعني انا مش عارف. ثانيه يا ابطال خلونا كده نعمل كده، نختار يا ابطال يعني نجيب كده الاسامي الاسم ده كده ونعمل يا ابطال نبحث على المابات على المابات نشوف. او ماي جاد ايه ده، ايه المابات دي يا ابطال دي؟ والله اول مره اشوف يا ابطال اشكال المابات دي. ايه ده بس يا ابطال مالهاش علاقه خالص بالموضوع ده، مالهاش علاقه خالص. خلونا ابطال نكتب كده كات تمام نشوف ابطال مابات القطط اللي موجوده اصلا في لعبه روبلوكس تمام ماشي. او ماي جاد والله ابطال بات كات قطه سيئه. او ماي جاد ايه ده ايه ده، ايه القطه المخيفه دي؟ والله ابطال الموضوع مخيف يعني حاطين لي قطط مخيفه. ايه ده اقسم بالله، ايه ده قطط بتاكل بني ادمين؟ اعوذ بالله. خلونا ابطال ندخل نشوف ايه ده. انتوا شايفين يا ابطال بصراحه انا جدا جدا خايف، ليه قطط يعني بتاكل بني ادمين؟ اعوذ بالله. دي قطه مخيفه، دي قطه شريره. خلونا ابطال علقوا لكم الصوت، علقوا لكم الصوت. بصوا خلونا ابطال نسمع. بتبص عليا ليه؟ بتبص عليا ليه يا قطه؟ يا نهار ابيض، انا المفروض ابطال لو وقفت على لسانها هتاكل صح؟ اوه استنى كده نجرب. وات ذا، انا دخلت في بول قطه. والله يا ابطال دخلت بول القطه. او ماي جاد ايه ده، هو بطن القطه كلها لونها بينك ولا ايه؟ اقسم بالله غريب. انا ايه اللي جاب السيف ده بصراحه هنا يعني؟ يلا موت. لا لا بهزر. ايه ده والله زومبي ده ولا ايه؟ اقسم بالله القرف ده، والله ده قرف. انا رحت فين؟ اوعى تدخل يا صاحبي صدقني يا صاحبي يا صاحبي صدقني. انت لسه بتبص عليا؟ انت عايز ايه مني بعد ما بوظتيني كده؟ خليتيني مش ايفل ديفل، خليتيني ايفل بطاطس. والله الموضوع بيخوف يا ابطال. ايه ده؟
كل دي قطط ولا بني ادمين؟ دي معيز، دي معيز دي والله يا بالعليك. ثانية يا بطل، والله موضوع جدا جدا مقزز وغريب قوي. ده خرفان، هي دي قالت صنع الخرفان؟ يا لهوي يا بطل على المبات الغريبة، اقسم بالله يا بطل المبات غريبة جدا يا بطل على القطط، ودي تقريبا اغرب مبات تقدروا يا بطل او ممكن انتوا اصلا تشوفوها. اوه اتشويت، يا نهار ابيض ومت كمان، يبقى لازم اطلع. عمري يا ابطال ما تخيلت اصلا يا ابطال ان انا الاقي مبات غريبه جدا يا ابطال في لعبه روبلوكس عن القطط. ولكن خلي بالكم يا ابطال، لو انتوا عايزين يا ابطال اعمل الموضوع ده سلسله، هيبان يا ابطال من التفاعل بتاعكم. تمام، لو الفيديو ده يا ابطال في يوم واحد وصل 1000 لايك يا ابطال، باذن الله هتلاقوا يا ابطال مقطع تاني، وهنحاول ان احنا يا ابطال نجيب حساب الرجل الصيني اللي عمل كده اصلا. هتيجي تقول لي يا بلال انت عارفه يعني ولا هتعمل نفسك عارفه؟ لا يا ابطال انا معرفوش، ولكن يا ابطال اللي اعرفه ان احنا يا ابطال نقدر نبحث عن حسابات صينيه في لعبه روبلوكس. زي ما انا يا ابطال بحثت تمام عن حسابات صينيه يا ابطال يعني دلوقتي، وزي ما انتم شايفين يا ابطال انا لقيت الشخص ده تمام، غير يا ابطال ان فعلا زي ما انتم شايفين البنت دي برضك صينيه. ولكن يا ابطال جيت كلمت شخص يعني بيفهم جامد جدا يا ابطال في لعبه روبلوكس، وقلت له هم الصينيين بيتكلموا ازاي في لعبه روبلوكس؟ قال لي انا عايز اقول لك ان اصلا الصينيين اغلبيتهم في لعبه روبلوكس حسابهم اصلا باللغه الانجليزيه. قلت له نعم ازاي يعني، المفروض يبقى حسابهم صيني؟ قال لي لا، هم بيكون حسابهم اجنبي تمام، ولكن لما بيجي بيكلموك في الشات بيكلموك لغه صينيه. ولكن يا ابطال الموضوع ده يا ابطال قعدت افكر فيه، قلت اه يعني فعلا يا ابطال الموضوع ده بجد. خلاص خلونا بقى ابطال نجرب ونوصل المقطع ده ل1000 لايك يا ابطال في يوم واحد بس، عشان يا ابطال على طول اليوم اللي بعده نبدا يا ابطال نصور ونعمل تحقيق عن الشخص ده. هل فعلا يا ابطال هيكون موجود؟ والله يا ابطال انا مش عارف ايه اللي هيحصل، ولكن يعتبر لحد هنا ومقطع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده، ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه اديله اوه. Thank you.